وفاة الفنان السوري شادي زيدان شقيق الفنان أيمن زيدان والفنان وائل زيدان بعد إصابته بنزيف دماغي، ونجوم الفن ينعونه. قبل مشاهدة الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. بعد تعرضه لنزيف دماغي خلال تصوير أحد مشاهد مسلسله الجديد قبل أيام، توفي اليوم شادي زيدان عن عمر نازل 48 عاما. ونعاه الفنان أيمن رضا من خلال صورة على إنستغرام وكتب: الله يرحمك يا شادي والعزاء لكل العائلة وكل محبينك. ونشرت النقابة عبر حسابها على فيسبوك صورة للفنان الراحل معلقة عليها: تعازينا القلبية بوفاة الزميل الفنان شادي زيدان، إن لله وإنا إليه راجعون. وتعرض شادي زيدان لوعكة صحية مفاجئة قبل أسبوع خلال تواجده في موقع تصوير أحد المسلسلات في دمشق، ما أدى إلى دخوله إلى المستشفى وتبين فيما بعد أنه تعرض لنزيف دماغي حاد وحالته غير مستقرة حتى توفي اليوم. وكان وائل زيدان قد وجه رسالة مؤثرة إلى شقيقه منذ 3 أيام عبر صفحته الخاصة على فيسبوك، كتب فيها: إلى أخي وصديقي وعزوتي شادي، كيف أواجه الحضور الظالم، الحضور الرهيب القاتل لهذه الأقدار؟ أنا الذي كنت أتقاسم معك لحظات هذا العمر وتفاصيله. بت الآن أدري أنك لم تعد معنيا بشيء، إنما تركت الدور الأكثر تعاسة لمن يرى قدر الأشياء خلفك. وتابع وائل مخاطبا أخاه شادي: ليتك تعلم الآن أنك في هذه المحنة لم تختفي ولو للحظة، لقد اقتلعت منا ولكنك لا زلت تتحرك في نهايات أعصاب قلوبنا المبتورة ألما عليك. تعيش فينا كما يعيش وطن، لا زال صوتك الذي يحضرني كل دقيقة، ككاسحة أوهام تشعر في الأمل بعودتك، مرعب ذلك الإحساس الذي خلفته في قلبي موجع حد الثمالة. انهض الآن بعد أن أزلت السيطرة على خدع وزيف كل هذا العالم من حولك، انهض فما عدا هنالك من شيء يستحق كل ذلك الغياب، ولم يبق لنا إلا ذلك الأنين الأخرس في حضرتك، انهض. ثم أنهى وائل رسالته المؤثرة ليقول: لعلك تحيي ذلك القلب الكبير، قلب أبو حازم الذي لطالما أغدق علينا بأمانه وأبوته وانتمائه إلى هذه الأسرة، لطالما أحاطنا كسياج منيع. انهض فإنه لا يفتأ يعد اللحظات لعودتك، انهض لتعود واقفا كما كنت دائما متربعا على تلك الأرض الطيبة الطاهرة الحنونة التي حملتنا سويا. أمك التي أنجبت لك 4 جبال يسندونك كما كانوا حصنا منيعا وسندا لا يذل ولا يهان، انهض لعلك تعيد إلى هذا البؤس حياة. وأعلنت نقابة الفنانين السورية عبر حسابها في فيسبوك وفاة شادي زيدان، مؤكدة أنه سيتم الإعلان عن موعد الجنازة في وقت لاحق. كما نعى الممثل الراحل العديد من زملائه منهم تولاي هارون التي كتبت وداعا شادي زيدان: الله يرحمك ويصبر عيلتك على فراقك الفاتحة على روحه. وكتبت تماضر غانم: من وقت فاجعة الزلزال عم بيشتغل ويتعب، قالي ما عم نام بدي ساعد قد ما في ينام يا غالي، وجعت قلوبنا برحيلك. وكتبت سلافة: وخرج الرحمة والسلام لروح الأخ شادي زيدان، الحزن كبير، تعازينا الحارة للعائلة، مصابكم مصابنا، الله يمدكم بالصبر والقوة. ولد الفنان شادي زيدان في دمشق بتاريخ 1 يناير عام 1974، كان جده الشيخ شكري زيدان هو مختار قرية الرحيبة، أما والده غالب زيدان فكان رجلا من رجال الشرطة. شادي زيدان هو الأخ الأصغر لكل من الفنان أيمن زيدان والفنان وائل زيدان، وله أخ توأم وهو مهند زيدان، والخامس هو إياد زيدان. في بداية حياته الفنية وعندما بدأ يشق طريقه في عالم الفن، كان أخوه الفنان أيمن زيدان ممثلا مشهورا ومديرا لشركة إنتاج، ساعده أيمن زيدان في بداية حياته.
وأعطاه دورا صغيرا في مسلسل أيام الغضب في عام 1995، فقد أدى دور درغام وهو شاب، وهي الشخصية التي قدمها أخوه أيمن زيدان في المراحل العمرية الأكبر. تعد نقطة انطلاق شادي زيدان في عالم الشهرة والنجومية هو دور محروس في المسلسل الكوميدي الاجتماعي عائلة ست نجوم في عام 1996. وقدم بعده دور عفيف الرجل المزواج المتزوج من عدة نساء في مسلسل عائلة سبع نجوم في عام 1997. قدم شادي زيدان مجموعة من الأفلام السينمائية، والتي من أشهرها فيلم صور وفيلم وجه آخر للقتل، وخاض بعض التجارب الإنتاجية. فقد عمل كمنتج منفذ لمسلسل الكرتون مغامرة البابالوز، وعمل كمساعد مخرج في مسلسل عائد إلى حيفا. شادي زيدان كان يرى أن حياته الشخصية خط أحمر، ولا يحب الظهور مع زوجته في وسائل الإعلام، ولا أحد يعلم عن حياته الشخصية سوى أنه متزوج امرأة من خارج الوسط الفني، ولديه ابن اسمه عزمي. كثيرا ما يواجه الفنان أيمن زيدان اتهامات بأنه هو الذي سهل دخول أخويه شادي ووائل إلى عالم الفن، ودائما ما يجيب أيمن زيدان بأنه لا يعترف بمسمى الواسطة في الفن. وأكد أن شقيقيه يتمتعان بالموهبة المتميزة، وهذا ما أشاد به كل المخرجين والمنتجين الذين عملوا معهما. وقال شادي زيدان أن أول دور أعطاه له أخيه كان عبارة عن مشهد واحد فقط في مسلسل أيام الغضب في عام 1995، وأنه شق طريقه بعد ذلك في عالم الفن بموهبته وبأدائه المتميز. وكذلك صرح الفنان وائل زيدان أن علاقته بأخيه أيمن زيدان في مجال التمثيل كانت مبنية على نظام خطوة بخطوة، فهو كان يريد منه أن يتعلم الفن والتمثيل من الصفر وأن يصعد السلم الفني بالتدريج، فهو لا يعترف بالواسطة والمحسوبية في عالم الفن.